بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله أعزائي المشاهدين في برنامجكم مع حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحديثنا عن تعامله مع العمال، خصوصا اليوم ما يسمى بالموظفين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي المسؤوليات والأعمال إلى بعض الناس، وكان حريصا صلى الله عليه وسلم على الإنسان الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكان عليه الصلاة والسلام يحثهم على إتقان العمل، فقال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فهذه الأعمال والوظائف حقيقة هي أمانات ومسؤوليات. يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول عن عملك ووظيفتك التي تتقاضى عنها الراتب والمعاش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يولي بعض الناس على بعض الأعمال. ولا أبا هريرة على حفظ مال بيت المال، كذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك مسؤولية حينما بعثه في حاجة وأخبره أنها سر لا تخبر بها أحدا. كذلك الأعمال والوظائف كثير منها أسرار لا يحل إخراجها لخارج منظومة العمل والمؤسسة الوظيفية، حتى أن أنس بن مالك تأخر على أمه فقالت: أين كنت؟ قال: كنت في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: وما حاجته؟ قال: إنها سر. فقالت له: لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا حتى الأدب، كيف أمه توصيه أن لا يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه إنسان ويسأله أن يكون مسؤولا على عمل، أتاه رجلان فقال: يا رسول الله، ألا تؤمرنا؟ قال: إنا لا نولي هذا الأمر من سأله. ف ما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. كذلك أبو ذر على ثقته وصدقه وكان من خيرة الصحابة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: يا رسول الله، ألا تبعثني على عمل؟ قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، فلا تأمرن على اثنين ولا تلي مال يتيم. مع أن أبا ذر امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هناك أعمال لا يقوم بها إلا الأقوياء الذين يستطيعون، ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أغلت القبراء، أي الأرض، الغبراء والخضراء يعني السماء، أصدق لهجة من أبي ذر. ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأمرن على اثنين ولا تلي مال يتيم، لأن هذه الأعمال مسؤوليات. والله سبحانه وتعالى قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالإنسان يجب أن يكون على قدر المسؤولية واحترام العمل، كذلك أن يأكل المال الطيب الحلال، لأن هذا المال يسأله الله سبحانه وتعالى من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ابقوا معنا أعزائي المشاهدين، نأخذ فاصلا ثم نواصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، ونواصل الحديث عن تعامله صلى الله عليه وسلم مع العمال. فكان عليه الصلاة والسلام يحمل الناس مسؤوليات عمل حتى في البيت،
جابر بن عبد الله الأنصاري، قتل والده رضي الله عنه عبد الله بن عمر بن حرام، فترك 9 أخوات أيتاما، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم منكسرا، وترك أيضا دينا عليه والده، فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قال: يا رسول الله، إن أبي قتل وترك 9 أخوات. فتزوج جابر امرأة ثيبا غير بكر، أول زواج له، ضحى بنفسه وشهوته من أجل أن يعمل وأن يقوم على ولاية أخواته وتربية هؤلاء الأيتام. كذلك ليس في جانب الناس فقط أن يحفظوا مسؤوليات وأعمال التي يعملونها في الدوائر الحكومية وفي أي عمل كان، كذلك حتى الإنسان العامل على بهيمة الأنعام، أنت مسؤول عن هذه البهائم، أنك تقوم برعايتها وإطعامها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في النار امرأة تعذب على هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. حتى هذه الحيوانات قال العلماء أنت مسؤول عنها، عن إطعامها ورعايتها وكفالتها، وإذا تعذبها بالجوع يجب عليك أن تتخلص منها، إما بيعا أو إهداء أو أن تذبحها لتأكلها وهكذا. حتى أن رجلا قال: يا رسول الله، والشاة أرحمها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. فهذه كلها مسؤوليات، حتى بهيمة الأنعام تقوم على رعايتها ومسؤوليتك تجاهها، لأنك ستسأل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لأحد الأنصار، يعني من أهل المدينة، والحائط المقصود به البستان الذي له سور، فجاءه بعير ووضع عنقه على كتف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من صاحب هذا البعير؟ وإذا به فتى غلام من الأنصار. قال: أنا يا رسول الله. قال: أما تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإنه اشتكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. كذلك المدراء وكذلك المسؤولون في الأعمال، الله سبحانه وتعالى حملهم مسؤولية من تحتهم من الموظفين والأعمال بإدارتها، أن يتقوا الله عز وجل فيها وأن يكونوا على قدر هذه المسؤولية. إن خير من استأجرت القوي الأمين. كذلك الأعمال التي أنت مسؤول عنها، حتى الأعمال الدينية، قال الله سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأنت مسؤول كذلك عن عملك في نفسك من عبادات ومعاملات، فهذه أمانة ومسؤولية لهذه الأعمال التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ربما الإنسان يراقب المدير، يراقب المسؤول في العمل، لكن رقابة الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل. إن الله كان عليكم رقيبا. فهذه كلها أمانات ومسؤوليات وأعمال سنسأل عنها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صلاح أنفسنا وعن أداء الأمانة، أمانة الدين وأمانة الدنيا، بأعمالنا ووظائفنا ومسؤولياتنا. وبهذا أتينا على ختام حلقتنا، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.